السلام عليكم الناس، مرحبا بكم مره اخرى في معايا في لاشين ديالي ليدي ياقوت. اول حاجه نبغي نشكركم ونشكركم بزاف بزاف على الرسائل ديالكم، لي ميساج ديالكم اللي كتبعتوها لي، كتسولوا فيا اسباب الغياب، علاش ما بقيتش كندير لي فيديو، واش غادي نحبس الكونت ديالي. نو 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 ابدا، فايت درتها وندمت بزاف عليها. ندمت على لاشين القديمه ديالي اللي مسحتها صراحه، وما يمكنش لي نعاود نديرها لاسباب كثيره. انني كنبغي لاشين ديالي، كنلقي فيها راحتي، هي واحد المتنفس عندي، كنبغي نفيلمي، كنبغي نهضر، كنبغي نعبر، كنبغي نشارككم الحوايج اللي كنجرب، كنبغي نهضر معاكم، كنبغي بزاف الحوايج. دونك هاد لاشين هادي عندها مكانه كبيره في حياتي، ما يمكنش لي نتخلى عليها بسهوله. زيادة على ذلك كربح منها شويه ديال الفلوس، دونك جامي واش ممكن سوبريمي هذا الكونت هذا ابدا. فوالا، من الاسباب الغياب كيف قلت هو انه ديميناجمون، فوالا، ومرضت واحد المرضه طولات شويه، تحولنا من الدار كيف قلت اللي كنا فيها في المعارف، بون ما بعدناش بزاف، كانت ذكريات كثيره باسكو عشنا فيها سنين، دخلنا ليها بالاب ديالي، خرجنا بلا بيه يعني، وكاين ذكريات كثار مع ناس كثار. بون ما قدرش، كانت شويه صعيبه صراحه باش ما نكونش كنكذب، كانت صعيبه شويه انني نخرج من الدار هكاك يعني، غصه في القلب، خرجت بغصه في القلب وحزن واسى. بون فوالا، وهادشي اللي كاين، ومرضت كيف قلت يعني طولات شويه المرضه، كان ضروري خصني نكون يعني نقف فتره نقاهه ونرتاح شويه وما نفكرش في الحوايج اللي خايبين. وفوالا خصني كان عليا نرتاح افيكتيفمون. هادشي اللي درت، هادشي علاش اللي بعد شويه على بغيت نعطي الراحه راسي تو سامبلوم. فوالا، هذا هما الاسباب الغياب، وهنا رجعت وغادي رجعت لكم بحيويه اخرى وبنشاط وبحب وبكل ما تحبوا. فوالا، دونك ما نطولش عليكم. فوالا، بريف، غادي نبدا على بركه الله. اول حاجه غادي بغيت نهضر لكم على واحد برودوي، جربت واحد الكريم اوليو سكين، فريمون زوين بزاف، كيصلح اللي عندها جفاف لابو ديالها بحالي انا، البشره ديالي سورتو في البرد كتولي ناشفه وجافه. نصحتني الفارماسيان ديالي بهاد الاوريو سكين، قالت لي راه طوب بالنسبه للتغذيه ديال لابو، تيرطب لابو وما تيخليش ديك القشره اللي كتكون في البرد يعني، مزيان بزاف اللي بشرتها جافه اللي فيه، غير خودي بعينك مغمضين، مزيان بزاف. كنصحكم انكم ديروه بالليل وتغسلوه في الصباح، وديروا كريم ديالكم ديال انتي سولير باردون. انا كنستعمل بيوديرما، حيت بزاف منكم قالوا لي اش من كريم كتستعملي ديال اش من انتي سولير اللي تديري يعني، اش من انا كنستعمل هذا بيوديرما باردون ديال مزيان بزاف، تري هوت بروتيكسيون بو سونسيبل و تكستور انفيزيبل، فريمون توب. هو اللي كنستعمل هذه المده ديال تقريبا واحد 5 هكا 4 فريمون توب. فوالا، هاد اوليو سكين هذا حتى هو كيرجع لاوليو سكين اللي هو الموضوع ديال الفيديو، كنصحكم ليه في انكم تاخذوه من الفارماسي، هو كيتباع اصلا غير في الفارماسي ولا في البارا فارماسي، فريمون مزيان بزاف، كيف قلت كيغدي لابو، تيرطبها، وننصح بها سورتو في البرد، لان في البرد فريمون كيكون واحد الجفاف في لابو، سواء اليدين سواء الفيزاج سواء القدمين، يعني صراحه كينشفوا لينا في البرد رجلينا يعني بواحد الطريقه خايبه بزاف. فكنصحكم بهذا الكريم اللي هو غني بالفيتامين او وي داموند دوز، اللي فريمون هاد المواد هادو كيرطبو كيغديو لابو. فانا لقيت عليها نتيجه رائعه، شنو لكم يعني، فريمون لابو ديالي ولات بحال ديال البيبي يعني. ديجا البنات شافوني، فانا بديت كنتشجع شويه وكندير لي فوتو ديالي في باردون سناب شات. الناس كيسولوني يعني واش انا ولا ماشي انا، وي انا هي اللي كاينه في سناب شات و باردون. وكان واحد البنت قالت لي لابو ديالك زوينه بزاف، واش كتستعملي لي كريم افريكان؟ وي كنستعمل لي كريم افريكان باردون، واكثريه هذا هو اللي بديت كنستعمله في الاخر، هو اللي عطاني هذيك ديك البريق وهذاك اللمعان في لابو اللي كيكون عند لي بيبي صراحه. فكنصحكم لي في بهذا اوليو سكين، راه رخيص بزاف، 16 درهم في لي فارماسي وفي البارا فارماسي،
غير في فونسي لي زيو فيرمي راه توب 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 يعني. انا ما نقول لكم ما غاديش نوفي حقه. سولوا عليه حسن الفارماسيان ديالكم ولا بون سولوا عليه الطبيب ديالكم كاع الا بغيتو مزيان بزاف. وما كيما نقول سوى انه واعر واعر بزاف توب فوالا. فكنصحكم انكم لي في تستعملوه وتاخذوه راه رخيص كيف يقول 16 درهم سي ريان فوالا فوالا. ولا جربتوه ردوا عليه الاخبار. كنصحكم مره ثانيه استعملوه بالليل غسلوه في الصباح بالصابون ديالكم اللي كتستعملوه دائما واستعملوا الكريم ديالكم اونتي سولير اللي كيوافق لابو ديالكم. كنصحكم البنات اللي ما عارفه ما تاخذ كنصحها بيو ديرما راه شي حاجه توب 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 فوالا. كنتمنى يكون هاد لا فيديو هادي عجبتكم من بعد غياب. اللي كيسولوني على لي 3 ديرنيير فيديو كيسولوش انا ولا ماشي انا ماشي انا انا مع راسي نستعن بالاخت ديالي هي اللي قدمت لكم هذوك لي 3 ديرنيير فيديو فوالا فوالا. و هادشي اللي كاين. كنتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو هادي ولا عجبتكم بوس فيغ كومونتير. يلا بروشين بيزو.